أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي القائمين على العمل بوزارة الطيران بأن لا يستغرق مشروع إنشاء حقل الطيران في مطار الغردقة الدولي مدة أكثر من 4 إلى 5 أشهر ولا يتجاوز هذه الفترة. جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس لمطار الغردقة الجديد أمس الأربعاء، حيث ناشد الرئيس المواطنين بعدم الانسياق وراء المخاوف التي يصدرها البعض لزعزعة الاستقرار وزرع الخوف في نفوس المصريين من الإرهاب، مطالبا بالوقوف إلى جانب الدولة للمرور بهذه الفترة والاصطفاف الوطني. المطار اللي هو التكملة 450 مليون جنيه بتوع الترمك، مش الترمك ده عرضه 60 متر في طول 4 كيلو، مش الممر كده؟ طيب بس استنى علي، مش هو كده 450 مليون جنيه كتير؟ ادي واحد، ثم سنة عشان نعمل حقل الطيران ده؟ لا 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 لا، انا بتكلم كلام بجد. اذا كنتوا انتوا عايزين تحسسونا ان احنا بنتحرك بالمعدلات المطلوبة مش المعدلات العادية، ما ينفعش الا 6 شهور، مش سنة، 6 شهور كتير. بقول ده عبارة عن حقل طيران بنعمل ارض، مش كده يا فندم ولا ايه؟ مش كده؟ لا احنا بنتكلم ليه؟ عشان يبقى اللي احنا عملناه ده كمان يبقى مستكمل بالظبط. ثم 450 مليون جنيه كتير قوي، نجيب الشركة اللي هتشتغل من فضلكم تبدأ شغلها لغاية لما ندبر الفلوس، لكن احنا هندبر الفلوس الاول وبعدين نعمل لا لا لا، مفيش وقت. احنا بنتكلم على 4 5 شهور نكون عملنا ان شاء الله، طبعا نكون عملنا حقل الطيران ده عشان يبقى كده المطار بتاعنا جاهز. لما بنقول للمصريين في امل حقيقي؟ لا في امل طبعا. انتوا عندكم شك ولا ايه؟ احنا ناجحين وهننجح بفضل الله سبحانه وتعالى، احنا ناجحين وهننجح، وهتشوفوا ان شاء الله من الغردقه وهنشوف حاجات تانية كتير. احنا بنبني وهنبني ولازم، بس مش هقول شوية صبر، لا شوية ثقة مع الصبر. المصريين ما بيخافوش، ولو كانوا بيخافوا ما كانوش يتحركوا وعملوا اللي هم عملوه في 30/6. لا ما بيخافوش، لكن احنا بنفكر نفسينا عشان دايما دايما الكتلة المصرية واحدة ما تتفككش. كل اللي بيتحرك عارف كويس قوي، واسمحوا لي اقول لكم، انا بكلم كل المصريين، اللي بيتحرك مخوفة قوي الكتلة دي. أقول حاجة كمان، ومخوفة قوي إن الكتلة دي تبقى ورا حد. ما هو أصل طب هنعمل إيه؟ مش عارفين نفصل بين المصريين. أدي واحد، طب عايزين نفصل بين المصريين واللي هم اختاروه، ينفع؟ لا 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 لا، هو ده الخطر اللي انا بنبه عليه. كلنا باختلافنا، باختلاف ارائنا، باختلاف توجهاتنا، اختلفوا زي ما انتوا عايزين في الكلام وفي الفكر وفي الاعتقاد كمان، لكن اوعوا ابدا حد يخلينا نختلف على بلدنا ابدا، ما ننقسمش ابدا. محدش هيقدر على مصر طول ما اهلها كتله واحده. مفيش حاجه اسمها نظام، مفيش حاجه، في حاجه اسمها مصر، دوله مصريه. الشعب المصري ينتخب يجيب الرئيس يمسك دوله واقفه على حيلها، مش نظام كل شويه يتغير ولما يتغير نقول عايزين. لا 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 لا، هي دوله مصريه، مؤسساتها، اعلامها، قضائها، شرطتها، جيشها، كلها على بعض بتشتغل عشان خاطر بلدها مش عشان خاطر حد. يتغير الحد يجي حد تاني يكمل بالدولة المصرية، يكمل بالدولة المصرية مش بحد تاني. مهم قوي ان احنا ننتبه للكلام اللي انا بقوله ده. انا عايز اقول لكم محدش هيقدر يرجع مصر ورا، مش يعني مش كلام بنقوله كده عشان ده طيب خاطر الناس. هو انتوا مش واخدين بالكم انتوا عملتوا ايه ولا ايه؟ انتوا غيرتوا الدنيا كلها.
كما افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال التطوير في ميناء الغردقة الجديد، وقال خلال كلمته عقب الافتتاح أن الدولة تسعى لخفض عجز الموازنة العامة لها من 350 إلى 250 مليار جنيه.